السلام عليكم. كما كتعرفوا أن المملكة المغربية كتعيش ظروف صعبة حاليا، لابد من أننا نغطو الحذر والحيطة باش غدا يكون أحسن من اليوم. بركة من نشر فيديوهات الهلع والخوف بدل ما نشر أشياء إيجابية باش نوعيو الناس بالمخاطر ديال هاد المرض ديال كورونا. أنا متأكدة إلى تضامننا مع بعضياتنا أكيد ترجع لنا الحياة السعيدة اللي كنا عايشينها من قبل. اولها حاجه ترجع لنا الحريه ديالنا، حاليا ما بقيناش كنخرجوا. من بعد ان شاء الله غادي ترجع لنا الحياه ديالنا السعيده، وكثير ديال الناس غادي يراجعوا الانفس ديالهم، يرجعوا للطريق المستقيم، كثير الناس يرجعوا الاوراق ديالهم، كثير الناس كانوا ما كيمشوش عند بعضياتهم غادي يوليو يمشيو عند بعضياتهم حيت يعيشوا هذاك الطعم. الحياه ديالنا غترجع بواحد الطعم. تخيلوا معايا انه اول صلاه الجمعه غادي تكون، تخيلوا الناس غادي كاملين يصليو داك الصلاه. مجرد ما تخيلتي معايا، انا متاكده انك كتسمع كلامي وكتخيل معايا، تخيل معايا انك مشيتي تصلي، كيفاش غتكون هذيك الفرحه؟ كيفاش غادي تكون هذيك الرؤيه ديال انك مشيتي وغادي الناس بزاف متوافدين على المسجد باش يصليو؟ يعني واحد الحياه اللي عندها واحد الطعم اللي زوين بزاف ما كناش عارفينه حنايا حتى جينا لهاد الظروف. كورونا خلاتنا نعرفوا بزاف الحوايج. اول حاجه خلاتنا نكونوا خوت متضامنين مع بعضياتنا، خلاتنا يد وحده مع الدوله، خلاتنا اننا نكونوا نضبطوا نتعلموا انضباط، خلاتنا نتعلموا اننا نحثوا على النظافه اليوميه باستمرار، ماشي مره في النهار اولا خمسة المرات وانما اكثر من خمسة المرات. دابا هادشي غير حنا في هاد الازمه. تخيلتي معايا كيفاش اول صلاه لينا من بعد كورونا في المساجد؟ فرحتي انت وانتي فرحتو ياكو، فما بالك الا عشنا هذا الشيء وبقات هذا هو الاستمراريه في الحياه ديالنا. تخيلوا كيفاش غادي نكونوا عايشين، غنكونوا عايشين بخير وعلى خير. وهذا الشيء اللي جيت نقول لكم في هذا الفيديو، خليونا نكونوا ليد وحده تحت شعار خليك في دارك.